ولكن خاص لي تقديم الشروط تجي وتجي الجمعيات التعاونيه المجتمع المدني من الاهداف تقريب التواصل وتسهيل المعلومات بما ان هذا لا هواية عندهم لا هواية ناس مغرومين مغرومين الإخوان الأغلبية ديالهم راه عندهم حميات كل شيء اللي عنده شهادة كيدير ريزيرف دو شخص un plan général de toute la province, بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف الإقليم كونيفرا اليوم باستقبال معالي وزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية اليوم الجمعة. نستهل اجتماعنا هذا المبارك بآيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. في البداية كلمة ترحيب لرئيس المجلس الإقليمي باسم ساكنة منتخبي الإقليم وليتفضل مشكورا. يا رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الوزير السيد عامر إقليم خنيفرة، السيد رئيس مجموع جماعة الأطلس، السادة رؤساء الجماعات، السادة رجال السلطة، حضرات سيداتي والسادة، كل باسمه وصفته. يسعدني في بداية هذه الكلمة المقتضبة أن أرحب باسمي شخصيا ونيابة عن كافة المنتخبين وسكان إقليم خنيفرة بمعالي الوزير، واسمحوا لي أن أعرب له عن اعتزازنا باستضافة واحتضان إقليم خنيفرة لهذا الاجتماع التواصلي المهم الذي يأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لتطوير أداء الإدارة المغربية وترسيخ الحكامة في مجال التدبير الإداري، خاصة لدى الإدارات المركزية اللامركزية ومساعدتها على مسايرة التحديث الإداري الذي تعرفه جميع المرافق الإدارية المغربية انسجاما والتوجيهات الملكية السامية في هذا الباب. حضرات سيداتي والسادة، تمثل اتفاقية الشراكة التي نحضر حفل توقيعها اليوم بين الوزارة التي يشرف عليها معالي الوزير بمسؤولية واقتدار والجماعات الترابية لإقليم خنيفرة في شخص مجموعة الجماعات الترابية الأطلس الإطار الأرحب والأمثل لتنمية علاقة التعاون البناء والمثمر بين هذه الأطراف في مجال إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إذ ستمكن إدارتنا اللامركزية من تطوير آليات اشتغالها لتكون أكثر نجاعة وانفتاحا وتفاعلا وقربا من طموحات المواطنين والمرتفقين، وقادرة على رفع التحديات التي تواجهها الجماعات الترابية في إطار الاختصاصات المسندة إليها. ونحن إذ نثمن عاليا هذه المبادرة الطيبة والطموحة التي ستكون بحول الله نموذجا يحتذى به، نقدر كل التقدير هذا التعاون الوثيق والبناء الذي نفتخر به جميعا وندعمه وننخرط لأجل توطيده وتعزيزه وتطويره. شكرا لكم معالي الوزير ومرحبا بكم مجددا، وشكرا لكم السيد العامل على كل ما تبذلونه من جهود محمودة ومتواصلة للنهوض بأوضاع إقليم خنيفرة في جميع المجالات وكافة المستويات، والشكر والترحاب موصول لجميع الإخوان الذين يشاركوننا هذا الحفل، وكل التوفيق لهذه الأشغال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن مع كلمة معالي الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية السيد محمد بن عبد القادر، يتفضل مشكور. السيد العامل، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس مجموعة جماعات أطلس، السيد النائب البرلماني، السادة رؤساء الجماعات والأطر والمسؤولين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعتكم مباركة. أنا اليوم معتز بالحضور في هذا الحفل من أجل التوقيع على اتفاق التعاون بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ومجموعة جماعة الترابية الأطلس. هذه اتفاقية التي تهدف إلى تعزيز قدرات موظفين هذه الجماعات من أجل تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقوية الكفاءات البشرية في المجالات التي تخص بالأساس العلاقة مع المواطنين، بما يستدعي ذلك من تحسين ظروف الاستقبال في الإدارات والجامعات، وأيضا تطوير الخدمات الإلكترونية واعتماد التكنولوجيا الرقمية في تدبير المرافق والمصالح والموارد البشرية لهذه
هذه الجماعات. أود بطبيعة الحال في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد العامل على متابعته وعلى حرصه الشديد على إخراج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود، لأنه منذ أول زيارة لي في مهرجان كافي المسور، وكان السيد العامل أثناء الاستقبال الذي خصه للوفد الذي حضر مع الوزارة، كان حريصا على الحديث على الجماعات أكثر من الحديث على العمالة في حد ذاتها، مما يبين مدى الغيرة على تطوير الأداء في هذه الجماعات هذه، وتبلورت الفكرة ديال إرساء صيغة للشراكة وللتعاون بين الوزارة وبين هذه الجماعات، وبقى الاتصال يعني متواصل من أجل ضبط الصيغة النهائية لهذا التعاون. كذلك لابد أن أشكر السيد النائب المحترم السيد نبيل الصبري اللي أنه كل ما تواجد في الرباط إلا ويلح ويذكر انطلاقا من غير ديره أيضا، ليس على إبرام اتفاقية في حد ذاتها، ولكن على توسيع مجال هذه الاتفاقية لتشمل أوسع الجماعات الترابية في هذه، انطلاقا من واحد نظرة ديال التنمية المحلية والتنمية الجهوية المتكاملة. إذا فالشكر موصول لهما للنظر لأنهم لعبوا واحد دور أساسي في تسريع وتيرة هذه الاتفاقية هذه والإنضاج ديالها. تعرفوا أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لها مهام جسيمة، عندها صبغة أفقية تخص كل الجهاز الإداري للدولة، يعني في الوظيفة العمومية، في المؤسسات العمومية، في الجماعات أيضا، الإدارات التابعة للجماعات الترابية والمنتخبة. ولكن بالرغم من هذه المهام الجسيمة للإصلاح، لواحد الورش وطني كبير اللي جعلوا جلالة الملك حفظه الله في الأولوية الوطنية، رغم ذلك فهي إمكانياتها محدودة، وبالتالي فنحن فوجئنا بنوع من الاعتزاز طبعا للطلبات التي بدأت ترد على هذه الوزارة وبكيفية غير مسبوقة من طرف العديد من الجماعات، كثير الآن على المكتب في الوزارة هناك طلبات كثيرة للعديد من الجماعات اللي أصبح عندها الآن واحد الوعي حاد بأهمية تتمين الرأسمال البشري، لأنه حقيقة هو ثروة لا مادية مهمة جدا في إصلاح الإدارة، ولكن أيضا في إنجاح أوراش التنمية المحلية. ما يمكنش ننجحوا التنمية المحلية نديروا المدارس والمستشفيات ونشقوا الطرق ونستجبوا المطالب ديال السكان إذا ما كانش وراء كل ذلك واحد الإدارة كفأة وفعالة ومعززة بقدرات وكفاءات معينة. إذا فالجماعات ورؤساء الجماعات أصبح عندهم واحد الوعي دقيق جدا بأهمية تأهيل العناصر أو الأطر أو الكفاءات التي تشتغل، وبدأت ترد علينا هذه الطلبات لعقد وإبرام اتفاقيات من أجل تنظيم دورات تكوينية. فبعد توقيع مع 10 جماعات في إقليم تطوان وتوقيع اتفاقية مع جهة طنجة تطوان، هذا ثالث توقيع نوقعه، وكما قلت لكم الفضل يعود السيد العامل والسيد النائب المحترم، لأنهم الإلحاح ديالهم والتتبع ديالهم هو اللي جعلنا نبرمجوا خنفرة هي ثالث شراكة كنعقدها مع الجماعات. في الأيام المقبلة غادي نوقعوا مع
جامعة ديال أكادير، وبعد ذلك مع المجلس الإقليمي ديال زاكورة، ومازال كاين هناك طلبات أخرى كنبحثوا على الصيغة ديالها. كاين هيئات وجامعات أخرى اللي اختاروا الصيغة ديال الجامعة الصيفية لتكوين الأطر ديالو مرة في السماء، جامعة تمتد على عدة أيام من أجل تنويع العروض والمحاضرات والندوات التكوينية اللي كيستافدوا منها الموظفين ديال الجامعات. إذا فهذا فقط بغيت غير باش نذكركم بالسياق ديال التحضير ديال هذا الحفل ديال التوقيع اليوم، واللي تم الإنضاج ديالو، والآن قبل أن نلج هذه القاعة أيضا اتفقنا على مبدأ أساسي، لأن على رأس هذه العملة يوجد رجل إدارة، رجل قانون، ورجل سلطة، ورجل إدارة، وبالإضافة إلى ذلك له منهجية عملية ودقيقة وفعالة، وهو اتفقنا على أنه مباشرة بعد التوقيع في الأسبوع المقبل غيبدا التنفيذ ديال الاتفاق، ماشي الاتفاقية اللي كيتوقعوا وكيتوضعوا على الرفوف، بحيث أن الفريق العمل المشترك ما بين أطر خبراء الوزارة وبين اللجنة التي تمثل المجموعة ديال جماعة الأطلس غادي يجتمع نهار الخميس، وغادي يوضع البرنامج التنفيذي للدورات التكوينية، وشنو هما الحاجيات والمجالات اللي غادي يوقع فيهم في التكوين، حتى لا يضيع ما تبقى في سنة 2018، ويكون تكون هذه الاتفاقية تعود بالنفع على الأطر والكفاءات اللي كتشتغل في هذه الجماعات هذه. إذا التكوين في الموارد البشرية لابد من نذكر بأنه يشكل في حد ذاته ورش إصلاحي مهم. كاين واحد العدد ديال العمليات وديال المشاريع وديال التدابير تخص تطوير المساطر وتبسيطها والرقمنة أو التدبير اللامادي للخدمات الإدارية للمواطنين، لكن هذا الشيء كله ربما لم يعطي أكله إذا لم نلتفت إلى العنصر البشري. العنصر البشري من حيث يعني القيمة دياله، العطاء والمردودية في ظروف لائقة، وأيضا ضمن حوافز للعمل، وضمن التمتع بالحق في التكوين المستمر. هذا شيء أساسي جدا. كنا قبل قليل نتحدث حول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، اللي هو كما تعرفون جميعا أصبح مبدأ دستوري وتم الشروع في إعماله على أساس أن لا أحد يعلو فوق القانون، وأن لا بد من المحاسبة والمسؤولية، لكن أيضا نحاسب المسؤول بناء على الإمكانات التي وضعت رهن إشارته، وبناء على ما توفره له الإدارة والدولة من إمكانيات لتطوير الخبرة والتجربة دياله. وكثير من الموارد البشرية تشكو من عدم الاستفادة من برامج أو من مخططات للتكوين المستمر، لأن حاجيات المواطنين تتطور وتزداد، الثورة الرقمية تزداد ابتكارا وإبداعا كل يوم، فالموظف محتاج إلى ملائمة قدراته وكفاءاته لكي يكون في مستوى ديال التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، والتعامل أيضا مع التطورات اللي حصلت في الدستور لنصف يعني في المادة 12 على تقريبا حوالي في الباب 12 حوالي 17 مادة على قواعد الحكمة الجيدة. يمكن هناك واحد الحكمة معاصرة حديثة وجيدة وفعالة خص نستوعبها أيضا، كيفاش ندبروا المشاريع، كيفاش نلتزموا بواحد التدبير مبني على النتائج، كيفاش نديروا التقييم، كيفاش نديروا الافتحاص، كيفاش نستقبلوا المواطنين، كيفاش نوزعوا المهام بين الإدارة المكتبية والإدارة ديال الشباك اللي كتستقبل المواطنين، شنو هي الحقوق المواطنين، واش المواطنين عندهم حقوق مع الاداره ولا ما عندهمش. اول امس كان عندنا يوم دراسي مع المجلس الوطني لحقوق الانسان في موضوع المرفق العام وحقوق المرتفق، لماذا
المجلس ديال حقوق الانسان لانه هو هيئه استشاريه وحنا كنستشروا مع جميع الهيئات، وهو ايضا بيت خبره وعنده خبره في مجال حقوق الانسان. التجانا له لكي نتوقف عند حقوق المرتفقين، لان لحد الان كنا نشرع وننظم بما ينبغي ولا ينبغي ان تفعله الاداره، لكن اليوم تنقلب المعادله وكنقولوا ما ينتظره وما لا ينتظره من المواطن. وجلاله الملك في الخطاب الافتتاحي ديالو السنه التشريعيه الماضيه وهو يتحدث عن اصلاح الاداره كرر هذه المفرده ديال المواطن 32 مره. اذا رجعتم هذا الخطاب كان في اكتوبر افتتاح السنه التشريعيه الماضيه وتكلم عن قلب المعادله في الاداره. الاداره ينبغي ان تكون في خدمه المواطنين، والرضا لا ساتيسفاكسيون، الرضا ديال المواطن هو المعيار للنجاح ديال الاداره. اما الاداره اذا كانت تطور مكاتبها وتجهيزاتها وتعتبر ان هذا هو تحديث الاداره بدون ان ينعكس ذلك على المواطن، فهي تصبح بؤره ديال التوتر فقط ومصدر ديال النقمه وديال السخط ديال المواطنين. اذا فادخال عنصر المواطن والمواطنه في الثقافه الاداريه هو رهان قوي جدا ويلح عليه جلالة الملك في كل مناسبة، وخصوصا عندما يقول، وهنا استحضر اللوحة المكتوبة فوق شباك الاستقبال في مدخل بناية العمالة والتي تؤكد على اتصال جلالة الملك، أكد كثير على التواصل والتفاعل مع المواطنين وإلزامية الإدارة بجواب المواطن ولو بكيفية ولو سلبية، ولو كان الأمر ليس له أي حل أو بأن الإدارة غير معنية بالمشاكل، ينبغي أن يتلقى جوابا في إطار الاحترام ديال مكانة المواطن وديال الحق ديالو على الإدارة. إذن هذه مناسبة باش نأكدوا من جديد على هذا المبدأ ديال البعد المواطنة في العمل ديال الإدارة. الإدارة وخصوصا الجماعات هي من أكثر الإدارات، يعني حتى هي إدارة وخا فيها سلطة منتخبة عندها شرعية انتخابية لكنها إدارة فيها إداريين غير منتخبين، فهي من أكثر الأجهزة الإدارية احتكاكا بالمواطنين وانفتاحا، لأنها إدارة القرب، فالمواطنين تيجيو عندهم رخص وعندهم كيقضيو أغراض ديالهم الخدمات الإدارية والملفات إلى غير ذلك. لذلك فالاحتكاك بالمواطن ملي كيخلي واحد النوع ديال الارتياح كيمكن يخلق واحد المصالحه ما بين الاداره والمواطن، والمصالحه كيمكن تبعث من جديد او تعزز الثقه بالمواطنين في المؤسسات. والمنظمات الدوليه كتعتبر بان الثقه في المؤسسات هو مؤشر عظيم للاستقرار وللازدهار. ملي ما كتكونش الثقه في المؤسسات راه كيكون جميع المخاطر كتولي حاضره لكل الانزلاقات. لهذا فالمواطن له مكانة أساسية، أولا لأن الدستور يلزمنا بذلك والقوانين تلزمنا بذلك. لا ننسى القانون ديال 2002 الذي يلزم الإدارة بتعليل قراراتها تجاه المواطنين، ولا ننسى القانون الذي أصدرناه قبل بضعة أشهر الذي يضمن حق الوصول إلى المعلومة التي في حوزة الإدارة، يضمن للمواطن حق الوصول إلى المعلومة. هذا القانون ناقشناه في البرلمان من بعد ما اقترحته الحكومه وصدر في الجريده الرسميه، والان احنا بصدد وضع برنامج لتنفيذه ولتكوين الاطر. احنا غنرجعوا للاطر اللي غادي يكونوا هما اللي كيسهروا على بعض المصالح الخاصه لتلبيه طلبات المواطنين اللي كيجيو للاداره ويطلبوا المعلومه. وهذا شيء جديد وثوره كبيره، ما تصوروش يعني ان الثقافه الاداريه في المغرب ما كانتش كتصور ان مواطن غدا يجي واحد السيرفيس ديال المعلومه ويطلب المحضر ديال الدوره ديال الجامعه او الحساب الاداري. فانا ذاك الموظف غادي يستهزا به، غادي يقول له انت اش دخلك واش بغيتي هذا الى غير ذلك. فاصبح ممنوع الموظف الان ان يسال المواطن علاش بغيتي هذه المعلومه، خصو يعطيه المعلومه الا في حالتين، إذا كانت هذه المعلومة كتخص الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للبلاد. أما مع ذلك كل المعلومات ينبغي أن تعطى للمواطن وفي ظروف لائقة وتكون فيها واحد المقروئية وفيها الوضوح، سواء كانت في محمولات ورقية أو رقمية في السديهات ولا
في يعني في مجلدات معلومه يعني كيف ما بغى يكون الحجم ديالها وبغض النظر عن الغايه التي يتوخاها. اذا كان الدستور والقوانين ديال الزاميه الاداره بتحليل قراراتها وحق المواطن في الحصول على المعلومه بل اكثر من ذلك الظاهر الممشئ لمؤسسه وسيط المملكه هو يعطي يشرع للمواطنين حق التظلم ضد الاداره ضد الوسيط. اذا هذا واحد الحق تزادلو، عنده الحق في المعلومه، عنده الحق في التظلم، عنده الحق في ان يعرف لماذا الاداره رفضت بعض القرار ستعلم. اذا فهذه الحقوق يحميها القانون وعندها مشروعيه ديالها وهي داخله في خط التطور الديمقراطي والتنموي في بلادنا وينبغي ان ندمج كل هذا الشيء في الثقافه ديالنا. اذا حنا الان مثلا نظرا لوجود هذا التراكم اللي مهم جدا في الثقافه الاداريه غادي نعقدوا قريبا واحد اتفاقيه مع المعهد ديال حقوق الانسان ديال التكوين في حقوق الانسان التابع للمجلس الوطني اللي كيكون الاطر الوزاره ديالنا بعدا باش يوليو هما مكونين، غادي يوليو تكوين مكونين باش يتكونوا غير في ثقافه حقوق الانسان وجميع المرجعيات القانونيه والتنظيميه التي تحمي المرتفق. المرتفق يعني المواطن في علاقته بالاداره. اذا هناك رهانات قويه جدا على إعادة التكوين وإعادة التأهيل ديال وهنا فقط هذه غير واحد المساهمة اللي كنديروها حنايا مع بعض الجماعات بناء على الحاجيات اللي كطرحها. حنا ما كنلزموش الجماعات بشي برامج معينة ولكن الجماعات هي اللي كينطلب وعرض الجماعات هي اللي كتقول أنا محتاجة في الإدارة الرقمية الإلكترونية ومحتاجة في حسن الاستقبال ومحتاجة في تبسيط المساطير مثلا وكيفيه الافتحاص وكيفيه بناء المشاريع الى غير ذلك. فالحاجيات اللي كتحسوا بها عندها اولويه هي اللي غادي نوضعوا لها برامج وغادي يجيو الخبراء الوزاره هما اللي كيصوبوا المشاريع والمساطير واللي كيوضعوا تطبيقات ذكيه رقميه للعديد من الخدمات. غادي يجيو يزوركم هنا وتكون دورات تكوينيه في اطار واحد النوع ديال التعاون في اطار واحد الرؤيه مشتركه. اذا اتمنى ان هذا التوقيع اللي غنديروه قبل بعد قليل تكون الانطلاقه ديال واحد التعاون مثمر مع الجماعات ديال هذه العماله اللي في الحقيقه تستحق كل الجهد وكل الاولويه حتى تحتل المكانه التنمويه اللائقه بها في الخريطة الوطنية وعلى امتداد التراب الوطني. مرة أخرى أشكر كل الذين ساهموا في إعطاء الانطلاقة لهذا المسار وفي إنضاج هذه الاتفاقية هذه. والسلام عليكم ورحمة الله. الشريك المحلي رئيس مجموعة جماعة الترابية الأطلس السيد حسن علوي، وللإشارة فإن التعاقد سيتم بين الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية مجموعة جماعات الترابية الأطلس، على اعتبار أن مجموعة الجماعات تضم كافة الجماعات الترابية للإقليم بما فيها المجلس الإقليمي. وليتقدم مشكورا السيد الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين. معالي الوزير المحترم، السيد عالم الإقليم خليفة المحترم، السيد رئيس مجلس إقليمي المحترم، السيد رئيس جامعة خليفة، السيدة والسادة رؤساء المجالس الجماعية للإقليم، السيد النائب البرلماني، السيدات والسادة رجال السلطة، السيد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا، السيدات والسادة ممثلو الصحافة، أيها الحضور الكريم، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي رؤساء الجماعات الترابية المنخرطة في مجموعة جماعة أطلس، أرحب بدوري بالسيد الوزير وبوفد المرافق له، وأن أعبر لكم عن سرورنا لحضوركم في هذا اليوم المبارك إلى إقليم خليفة، حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى لوزير مكلف بقطاع الوظيفة العمومية لإقليم خليفة، وذلك يترجم العناية الخاصة التي يوليها السيد الوزير لهذا الإقليم المكافح، والاستعداد والاهتمام البالغ للسيد الوزير وتفاعله الإيجابي والسريع مع كل المقترحات التي يتوصل بها، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً
على قطاع الإدارة والوظيفة العمومية عامة وعلى مستوى إدارات جماعة ترابية خاصة، وذلك تفاعلا من الطرفين مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم، سيما في خطابيه بمناسبة افتتاح الدورتين الشهيتين بتاريخ 14 أكتوبر 2016 و13 أكتوبر 2017 اللذين كرسهما على التوالي لعلاقة المواطن بالإدارة والنموذج التنموي الوطني. كما أغتنم الفرصة لتقديم الشكر الجزيل للسيد العامل عامل إقليم خنفرة على المجهودات الجبارة التي يقوم بها في التواصل بين جميع الأطراف وتقريب الرؤى بينها من أجل إنجاح التوقيع على هذه الاتفاقية المذكورة. أيها السيدات والسادة، إن هذا اللقاء يندرج في إطار توقيع على اتفاق تعاون في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات الموارد البشرية بين وزارة الإصلاح والإدارة والوظيفة العمومية ومجموعة الجماعات الترابية الأطلس لفائدة أطر ومصالح الجماعة الترابية المنخرطة بالمجموعة. وكما لا يخفى على أحد فإن قطاع الجماعات الترابية في أمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرة من أجل تحسين وترسيخ جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتأهيل وتثمين المورد البشري. إن تشخيص الوضعية الحالية للموارد البشرية العاملة لدى الجماعات الترابية التابعة للإقليم يبين دون كبير عناء أن الموارد البشرية لدى هذه الأخيرة تعرف عدة إكراهات من حيث التدبير ومن حيث الأعداد ومن حيث الكفاءات، وكل ذلك له انعكاسات سلبية تزداد حدتها سنة بعد أخرى على أداء المصالح الإدارية والتقنية للجماعات، وبالتالي يحد من أدوارها التنموية. واعتبارا للرهانات المتتالية والمتجددة والمتسارعة التي تقع على كاهل الجماعات الترابية ومحدودية المناصب المالية المتوفرة لديها وتوقيف عمليات التوظيف والتضخم الوظيفي، فإن جانبا من هذه الصعوبات يمكن تداركها عن طريق الاستثمار في التكوين والتكوين المستمر الذي يلعب دورا أساسيا في تأهيل المورد البشري. إن تكوين وتأهيل الرأسمال البشري للجماعات الترابية أضحى في ظل الأوضاع والتحديات الراهنة ضرورة آنية لضمان انخراطه السريع كقوة مؤثرة في حركة الإصلاحات ودينامية تحديث الإدارة من أجل كسب رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالعنصر البشري متوفر حاليا رغم قلته العددية في عدد من الجماعات، يمكن للتكوين المستمر الهادف والدقيق أن يساهم في تطوير قدراته ومهاراته بما يساهم ولو جزئيا في سد الحاجات الملحة لجماعات ترابية من العنصر البشري المتخصص والكفء اللازم لكسب رهانات العصرنة والحدادة. وعليه ونظرا لراهنية الحاجة في مجال التكوين بالنسبة لبعض المواضيع، فإننا نقترح معالي الوزير برسم ما تبقى من سنة 2018 تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي الجماعات الترابية المنخرطة في المجموعة ابتداء من شهر شتنبر 2018 وفق برنامج زمني يتم إعداده باتفاق مشترك، وذلك في بعض أو كل المواضيع الآتية: أولا، تنظيم وتحسين الاستقبال بالجماعات الترابية. ثانيا، تدبير الموارد البشرية للجماعات الترابية. ثالثا، الافتحاص الداخلي بالجماعات الترابية. رابعا، الإدارة الإلكترونية بالجماعات الترابية. على أن تتكفل مصالح الوزارة بتوفير المكونين اللازمين لتنظيم دورات التكوين المقترحة. وقبل اختتام هذه الكلمة، نرجو من السيد الوزير العمل على التسريع بإخراج المرسوم المتعلق بالتوظيف عن طريق التعاقد إلى حيز الوجود، وذلك لتمكين بعض الجماعات الترابية
من سد حاجياتها من الأطر التي هي في أمس الحاجة إليها. وأخيرا لا يسعنا إلا أن نجدد تثميننا للمجهودات المبذولة من جميع الأطراف خدمة لرعايا مولانا أمير المؤمنين أبقاه الله ملاذا وذخرا لرعاياه الأوفياء، وأدام الله عزه ونصره وأقر عينه بسمو ولي العهد الأمير مولاي الحسن وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن نمر إلى التوقيع على الاتفاقية، أقدم السيد إبراهيم الأفراس رئيس قسم الموارد البشرية للعمالة الخطوط العارضة للاتفاقية، فليتفضل مشكور. حضرات سيدات والسادة، انطلاقا من مضامين الخطاب الملكي السامي ل 14 أكتوبر 2016 فيما يتعلق بتحسين علاقة المواطن بالإدارة والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين وتكوين وتأهيل الموظفين، ورغبة في توطيد التعاون في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات الموارد البشرية، واستشرافا لآفاق بعيدة للتعاون وتأكيدا للرغبة في دعم الجهود المبذولة في مجال تحسين الخدمات الإدارية، فإن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ومجموعة الجامعات الترابية الأطلس للمحافظة على البيئة والغابة وتنمية الموارد الطبيعية وتشغيل الجامعات في أقليم كنيفرة ستوقعان اتفاقا في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات الموارد البشرية، يهدف إلى تنمية علاقات التعاون بين الطرفين في المجالات التالية: تثمين الموارد البشرية، تحسين علاقة الإدارة بالمواطن والمقاولة، دعم الإدارة الإلكترونية، تبسيط الإجراءات والمصادر الإدارية، تحسين جودة الخدمات، تطوير الأنظمة المعلوماتية، تحسين الاستقبال. التزامات الطرفين: تلتزم مجموعة الجامعات الترابية الأطلس بوضع الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المعتمد، توفير بيانات المرجعية الخاصة بمجموعة الجامعات الترابية لغافيرونسيين اللازمة لتطوير الأنظمة، تنظيم دورات تكوينية للموارد البشرية المعنية ببرنامج العمل. تلتزم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بوضع رهن إشارة مجموعة الجامعات الترابية الأطلس الأنظمة والبرامج والتجارب التي تطورها الوزارة والهادفة إلى تحسين الخدمات العمومية، وضع رهن إشارة مجموعة الجامعات الترابية الأطلس خبراء الوزارة لتكوين موظفيها وموظفي الجامعات المنخرطة في المجالات ذات الصلة بالإدارة وتدبير الموارد البشرية، تقديم الدعم والمواكبة لمجال الجامعات المجموعة لتطوير الأنظمة المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات الإدارية، وضع رهن إشارة مجموعة الجامعات الترابية الأطلس الأنظمة المعلوماتية القابلة للتعادل التي تطورها الوزارة، تطوير ووضع رهن إشارة مجموعة الجامعات الترابية الأطلس نظام الاستقلال الذي أعدته الوزارة. برنامج التعاون وآلية التنفيذ: يتم وضع برنامج التعاون وحصد الآلية والترتيبات العملية لتنفيذه باتفاق مشترك بين الطرفين. متابعة وتنسيق وتقييم برنامج التعاون: تشكل لجنة إشراف مشتركة برئاسة السيد عامل إقليم خنيفرة، تضم في عضويتها ممثلين اثنين عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وممثلين اثنين عن مجموعة الجامعات الترابية الأطلس، ويجوز لهذه اللجنة أن تدعو أي شخص من ذوي الكفاءات يعتبر عضو ضروري لتسير العمل والتنفيذ ونود الاتفاقية. وتتولى لجنة الإشراف المهام التالية: تقديم المقترحات والتوصيات التي تخضع للموافقة الطرفين قبل التنفيذ، إعداد برنامج شراكة وتعاون في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات الموارد البشرية، متابعة وتقييم مستوى التنفيذ واتخاذ إجراءات كثيرة لتنفيذ هذا البرنامج، الصبر على حسن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، تعقيد اللجنة المشتركة اجتماعاتها بصفة منتظمة مرة كل سنة على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك. سينفع الاتفاقية: ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها، ويسري العمل بها لمدة سنتين قابلة للتجديد ما لم يخبر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة سريانها 6 أشهر على الأقل. وشكرا.
شيء.